الآن صلاة الجنازة على الطالبة شروق خليف، يعني التي توفت صباح أمس أثناء أداء الشهادة الإعدادية هنا بمسقط رأسها بقرية دربلة محافظة البحيرة مركز كفر الدوار. يعني زي ما حضراتكم شايفين، بعد أسبوعين من وفاة شقيقها النهاردة شروق بتخرج جنازتها من نفس المسجد اللي خرج منه يعني جثمان شقيقها منذ أسبوعين، حالة من الصدمة والحزن على وجوه أهالي قرية دربلة بمحافظة البحيرة. قرية بالكامل رجال ونساء وأطفال، الكل يصلي صلاة الجنازة على شروق، يعني إن لله وإنا إليه راجعون. حالة من الحزن والصدمة تكسو وتغطي وجوه أهالي قرية دربلة الآن من صلاة جنازة الطالبة شروق، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا إله إلا لا إله الآن من تشييع عثمان، يعني بكاء وكلمات لا إله إلا الله على تشييع عثمان الطالبة شروق خليف بمسقط رأسها بقرية دربلة محافظة البحيرة مركز كفر الدوار. إنا لله وإنا إليه راجعون، كلمات الشهادة ونطق الشهادة لا إله إلا الله على روح الطالبة شروق خليف. حالة من الحزن تخيم على أهالي قرية دربلة في مركز كفر الدوار، كلمات لا إله إلا الله على ألسنة أهالي قريتها أهلها، خاصة بعد يعني الاثنين هي وأخوها جثمانهم يطلع في أسبوعين من نفس الجامع، صلاة الجنازة من نفس الجامع، شروق وشقيقها توفوا خلال أسبوعين. ندعو الله أن ينعم أهلهم يعني وذويهم الصبر والسلوان، اثنين أشقاء من ورد، يعني شباب زي الورد زي ما بيقولوا أهالي قريتهم هنا، في أسبوعين البكاء والحسرة على وجوه أهالي قرية دربلة بمحافظة البحيرة. ده إسعاف، الإسعاف التي تنقل جثمان الطالبة شروق، الإسعاف التي تنقل جثمان الطالبة شروق الآن، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. الإسعاف التي تنقل جثمان الطالبة شروق، الإسعاف التي تنقل جثمان الطالبة شروق، إنا لله وإنا إليه راجعون. كلمات لا إله إلا الله والحسرة والحزن على أهالي قريتها، يعني ده الإسعاف اللي بينقل جثمان طالبة شروق خليف التي لقت أنفاسها الأخيرة يعني امبارح أثناء الشهادة، أثناء امتحان الشهادة الإعدادية. إنا لله وإنا إليه راجعون. بكاء وحسرة لأهالي قرية طالبة شروق خليف. كلمات لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله على روح طالبة شروق خليف، يعني شهيدة العلم هي وشقيقها جثمانهم بيطلع من نفس الجامع نفس المسجد القرية خلال أسبوعين، حالة من الصدمة والحسرة على أهالي قريتها. إنا لله وإنا إليه راجعون. قرية دربلة تشييع جثمان الطالبة شروق خليف.
الآن من تشيع جثمان الطليب شروق كليف ومسقط رأساب قرية دربلة، يعني حالة من الحسرة والحزن على أهالي القرية الآن في انتظار نقل جثمان الطليبة شروق للإسعاف إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني لمثواها الأخير. طبعا الوضع زي ما حضراتكم شايفين، أهالي القرية جمعهم في انتظار شروق، يعني حزن وبكاء ودعوات الصبر والسلوان لأهلها إنا لله وإنا إليه راجعون. شروق بعياط إن لله
إلي وإنا إلي راجعون. إلي وإنا إلي راجعون. زملاء شروق في حالة من الصدمة. حالة من الصدمة. إنا لله وإنا إلي راجعون. الأسبوعين مع ورا بعض. شروق في حالة من الصدمة وأهل شروق عريس وعروسة يخرجوا يعني بعد في خلال أسبوعين من نفس المنزل شقوقين يموتوا في أسبوعين، يعني حالة من الصدمة تكسو وتغطي أهالي قرية دربلة في كفر طوار محافظة البحيرة. أشقاء شروق وزملائها في حالة من الصدمة صريخ وعويل يكسو أهالي القرية وأهالي القرية الحسرة وتكسو قلوب أهالي قرية دربلة بعد تشييع جثمان طالبة شروق قليل. حالة من الصدمة. إنا لله وإنا إليه راجعون.